السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورجعنا تاني بفيديو جديد عن يعني اتباع وتتبع مراحل تطوير وإنشاء محطة قطار الرياض. دي المحطة هيسموها إن شاء الله محطة الواحة أو واحة الملك سلمان، لأنها بجوار الواحة هنا. احنا كنا وقفنا اخر مرة على ان هم ركبوا السلم الكهربائي اللي هي الناحية دي هنا، كان المفروض لسه هيربطوا بقى المبنى المحطة بكوبري يوصل للسلم الكهربائي، ينزلوا هنا بريدج كده يعني. فخلينا نكمل ايه التطورات اللي حصلت في الفترة اللي فاتت. يعني اعتقد ان هي المرحلة دي بتاعت ربط فتحة مخرج المحطة من هنا، يخشوا بكوبري يوصلوا على السلم هنا، ينزلوا سلم كهربائي ايه ويخشوا على الباركينج. الباركينج هيبقى في الحتة دي كده، باركينج خاص بالمحطة ويخدم برضك معاه الواحد. ايوه هنا فيه هو تطور جديد، اعتقد ان ده الجزء الستيل ستراكشر يعني، او اللي هو المنشأ الحديد اللي بيكونوه عشان يربط بين المبنى المحطة والسلم. يعني المبنى الفتحة اللي هناك دي، اعتقد ان الجزء الحديد ده هو اللي هيركب في الفتحة اللي هناك دي تقريبا على قد المقاس. والغريب ان هم هنا بيجمعوه على قواعد خرسانية، دي مش عارف يعني القواعد دي مؤقتة عشان يجمعوا عليها بس يجمعوا عليها المنشأ ده. اعتقد القواعد دي بس فقط لايه تجميع المنشأ عليها. خلينا نقرب شوية. ادي الحديد ميد ان يو اي اللي هي الامارات، يعني كل مصر غريبا يعني ما يصنعش هنا ليه ده مش عارف. والمقابل ليها من هنا الجزء هيبقى، لو وقفت انا عندها كده، خلينا اقف عندها بالتوازي بالظبط، واقف في النص. تبقى هي دي الفتحة بتاعتها بالظبط، هي دي. الجزء ده كده اللي هيركب فيه الكوبري يركب من هنا لهناك، الجسر يعني، الجسر او البريدج او الكوبري يركب في الفتحة دي. وهنا طبعا زي ما شفنا السلم الكهربائي راكب اهون، ده واحد اللي هو متغطي بالاحمر ده، واحد جنبه الناحية التانية، واحد هو متغطي بالاحمر ده، في واحد جنبه الناحية التانية. بدأوا يجمعوه اهو، سبحان الله الدنيا اتغيرت. كان هنا مكاتب كتير وناس شغالة ومهندسين وعمال ومشرفين وحياة، دلوقتي سبحان الله الدنيا عملت ازاي. ادي الموقف الباركنج، كانوا بدأوا فيه جزء زمان ووقفوا، بدأوا وقفوا يعني، هيرجعوا طبعا يكملوا تشطيبات الموقف دون. زي ما احنا شايفين الموقف يعني كبير، يعني كل ده، وهيكمل كمان، هيكمل من هنا الجزء ده كله، كل ده هيكمل كده. شوف قد هناك
هنا في كمان سلم مشاة للناحية التانية، يطلعوا من الطرف الآخر من الطريق، يطلع ويصعد يخش على المحطة يعني زي ما احنا شايفين كده.